يا مساء الفل واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بينا احلى. مؤخرا انتشر بين الشباب فكره مش لذيذه خالص، وتعتبر من اسوأ الافكار اللي ظهرت في الترند اللي كان على الفيسبوك وتويتر في الفتره اللي فاتت. الفكره دي هي فكره الانتحار. بغض النظر بقى عن فكره الانتحار نفسها واسبابه ونتائجه، الا اني من وجهه نظري الشخصيه بعتبر المنتحر ده شخص اناني. هنناقش الفكرة دي على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، وهنستقبل مداخلاتكم وكومنتاتكم وكل آراءكم على الفكرة دي. بقت حاجة تزعل فعلا، شباب في عمر الزهور بتموت وتموت نفسها، ما بالك بقى يعني اما تبقى انت قاعد وشخص فجأة كده كنت انت عارفه وجارك صاحبك اخوك تلاقيه موت نفسه. اول امبارح شخص، النهاردة شخص، بكرة اتنين، وتزال الدايرة مستمر. طيب هل ده صح؟ اكيد لا، اكيد ده مش صح، لان حياتك مش ملكك، حياتك مش ملكك عشان تاخدها. الحياة ملك ربنا، لو شاء احياها وان شاء امتها. طيب اللي بيحصل ده هل نتعاطف معاه؟ هل نبكي عليه؟ هل نلوم؟ الحقيقة انه شايف انه ماكس ما بين التلاتة، لانه لازم نتعاطف لانه بشر، وموت حد اكيد بيقلب علينا مشاعرنا. نبكي طبعا، نبكي لان الانسانيه رحمه ولازم نحس بكل حد وكل حاجه حوالينا. ونلوم، ايوه طبعا للاسف لازم نلوم، نلوم الاهل، نلوم الصحاب، نلوم الاخوات، لانهم ما عرفوش يوصلوا للمنتحر فكره ان هم دايما معاه، انهم دايما جاهزين بيطبطبوا عليه مهما حصل ومهما اخذ من قرارات، وان هم دايما هيكونوا داعمين لي فيها. لانه لو كان حس ان في مكان واحد بس يقدر يرمي فيه همومه ووجعه اكيد ما كانش يبقى بالسلبيه دي. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعدها على طول، هسيبكم مع الاغنيه دي. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطموك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاني كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلمك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. مش لوحدك ولا عمرك هتكون، كلنا بنحبك، اهلك اكيد بيحبوك، ربنا اكيد كمان بيحبك. طبقا لدراسه عملتها منظمه الصحه العالميه سنه 2016 اكدت فيها للاسف ان حوالي 800 الف شخص كل سنه على مستوى العالم بينتحر. اتفاجئت مش كده؟ العدد رغم انه كبير الا ان الانتحار ساعتها كان قليل جدا. تخيل بقى بكمية الاعداد دي وان الموضوع تحول ترند وموضوع الاعداد بقى وكده هيكون عامل ازاي. طيب لو سألنا نفسنا بقى يعني ليه الشخص دايما بينتحر، يعني
انت مستوعب؟ يعني عايزين بس نستوعب فكرة ان شخص صحي كده قرر فجأة انه ينتحر ليه؟ يعني للأسف انتشر من فترة فيديو لطالب في كلية هندسة جامعة حلوان، يعني وهو بيرمي نفسه بكل أسف من فوق برج القاهرة. قد ايه الفيديو ده فعلا يعني تعيس، وقد ايه بيعكس الروح السلبية. انا مش هنا عشان اعاتبه، او مش هنا علشان احكم عليه، احنا ملناش ان احنا نحكم على حد، هو دلوقتي في ايد رب كريم. هي الفكرة ان احنا لو شفنا الفيديو ده هنلاقي ان التيشيرت بتاعه اصلا يعني اتعلق في السيخ اللي كان واقف، بيديله فرصة تانية. الشاب بكل اسف ضيع الفرصة التانية وقصد تاني انه ينتحر. طيب ليه يعني نفذها، وليه كان الاصرار ده؟ ليه؟ فريق الاعداد عمل تحليل ميداني للظاهرة دي، وكانت النتيجة ان اليأس والاحباط والوحدة، وايوة فعلا للأسف الوحدة، كانوا سبب اساسي للانتحار. مش معنى ان في شخص بيضحك وبيهزر وبيلعب وبيعافر ويصحى كل يوم عشان يعمل نفس الروتين اللي بيعمله ويقابل نفس الاشخاص بنفس المشاكل انه هو كويس. لا، مقابلة الناس دي لوحدها ضغط، وضغط كبير. اما تقابل ناس بتكرهك او ناس نفسها تشوفك واقع، يعني مثلا اما تلاقي ضغط تاني من الاهل، وده ضغط من نوع تاني خالص بقى، يعني ابن خالتك بقى جايب 200% وانت اصلا فاشل ومش فالح في حاجه، وشوف بقى ده فلان بقى دكتور وانت بتنجح بالعافيه، وهم اصلا مش مدركين انك بتعافر علشان تنجح، ومكلفه ومرهقه عليك نفسيا جدا، وخصوصا بقى لو انت كنت داخل في مكان انت اصلا ما بتحبوش، هتلاقيك بتبذل مجهود أضعاف أضعاف اللي كنت هتبذله في مكان أنت بتحبه. مشكلتنا أن للأسف معظم الأهل ما عندهمش سياسة التفاهم، ما عندهمش سياسة الحرية في اتخاذ القرار. الأب مثلا مهندس لازم يجبر ابنه يدخل علم رياضة عشان يجيب 99%، ولو ما جابهاش يدخله هندسة خاصة بالفلوس. ليه؟ عشان يبقى خلفته في الملاح ويلغي شخصيته وفكرته وأراءه، وتحت حجة إنه أكبر وبيفهم عنه وبيقتل حلمه، بيقتل شغفه، بيقتل مهاراته، بيقتل مواهبه. ربنا خلقنا موهوبين ومختلفين، وفي اختلافنا رحمة، ورحمة كبيرة قوي، علشان نكمل بعض مش عشان نتبع قطيع ونغمي عنينا. نصيحة لكل أب ولكل أم بيسمعونا دلوقتي، ما تضغطوش على عيالكم في مهنة معينة في تحديد مستقبلهم، علشان صدقوني ما تدفعوهوش لحاجة انتو مش هتحمدوا عقبها. طيب مثلا ابنكم ما يبقاش ميوله ادبيه وتدخلوه علم علوم غصب او علم رياضه غصب، عشان من وجهه نظركم ان الادبي فاشل. لا، هو الادبي مش فاشل خالص يا جماعه، الفكره دي عفى عليها الزمن. الادبي ده يعني اللي هو حابب يقدر يدخل منه سياسه واقتصاد، يقدر يدخل اعلام، يقدر يدخل ألسن، يقدر يدخل لغات وترجمه، يقدر يدخل كليات كتير جدا. النهاردة احنا الضيف بتاعنا هو كابتن احمد من صعيد مصر من محافظة سوهاج، هو طالب بكلية التربية الرياضية. احمد زيه زي اي شاب مصري كان بيستمتع بجمال النيل، وفجأة لقى بنت بترمي نفسها من فوق المركب النيلي ده، من غير ما يفكر رمى نفسه وراها على طول محاولا انقاذها. اهلا بيك كابتن احمد، منورنا النهاردة معنا. كابتن احمد، حدثني عن اول حاجه جت في دماغك لما شفت البنت دي في الحاله دي. هو مفيش حاجه جت في دماغي غير ان انا يعني واحده بتغرق، مفيش حاجه جت في دماغي غير ان انا انزل انقذها، مش لو انزل انقذها كمان واطلع بيها، لا اللي هو احاول اخليها تعيش فتره ثانيه غير اللي هي يعني محدده لها اللي هي هتموت فيها. لو كنت نزلت من تحت السفينة كنت سامحة، كان هتفضل واحد من الوقت من العظمة زي ما تعرف مدرسة، وكانت كانتش يعني هتكمل، فاضطريت ان انا انط من فوق. مفكرتش يعني الحمد لله اني مفكرتش لان المسافة بعيدة، الحمد لله انا نطيت على طول يعني تحت ووصلت لها بسرعة. اول ما وصلت لها كابتن احمد يعني هي قالت لك ايه، او ايه الحوار اللي دار بينكم؟ لا هو انا مسكتها عشان بنت كده يعني مش عادية، لما مسكها كان مش كانها شاب كده كبنتي طبعا، فمسكت ماسكة عادية اللي هي ماسكة عادية دي ما لحقتش معاها، زقتني حتى عورتني في قرار بسيط كده، فلا رحت قلت
وقعت فمسكتها، لا خلاص لازم تيجي المسكه كويسه، المسكه الصح بتاعتي بتاعتي اللي بتقولها. ثلاثه وقالت بس يعني انقذ النهري انقذ البحر من السباحه وكده. طيب فمسكتها، بعد ما مسكتها بطمنها بقول لها خلاص انا جيت عندك خلاص ما تخافيش انا معاك. هو ايه يعني تطمن وكده؟ لا لقيتها بتتخانق يعني من عرف تبكي سيبنا موت سيبنا موت يعني خلاص مش عايز اعيش مش عايز اعيش. خلاص ايه دي ايه دي ايه دي قلت له ايه خلاص حسيتها يعني قلت له يعني عملت معاها يعني اسلوب كده قصتها بقى خلاص. ما قالتش سبب انتحارها ايه يا كابتن احمد؟ لا ما حاولتش والله ان هو بعد ما خلصتها من الميه ما حاولتش ان انا سبتها للناس اللي انا شفتها يعني الحمد لله يعني ده حاجه كويسه اللي انا عملتها ما كنتش نفسي يعني كنت ربنا يعني ايه قال ايه اللي انا عملته يخليني اتفاق زي ده وربنا كرمني بالطريقه دي فكنت منهار الصراحه من جوه كابتن احمد. نصيحتك ايه للشباب المصري وللشباب عامه اللي بتفكر انها تنتحر، خصوصا انك شفت واحده كانت في ثانيه كانت هتموت وفي الثانيه الثانيه اتكتب لها عمر جديد، تقول ايه للشباب دول؟ بقول للشباب ان يعني انت مثلا مكتئب دلوقتي ولا في حاجه مشكله ولا مثلا الدنيا جايه عليك فانت هتخسر دنيتك وتخسر اخرتك، طب ما انت كده هتموت هتموت انت كده هتموت كافر يعني انت ولا خدت دي ولا خدت دي. بقول لهم انهم يتفائلوا يعني ويخلوهم مع ربنا، الدين اهم حاجه يعني لو قريبين من ربنا يعرفوا كويس ان الانتحار ده مش كويس ليهم وان الدنيا يا ربنا لو في حاجه شر طبعا. انا بشكر الكابتن احمد على مداخلته الجميله دي، والحقيقه يعني احب برضو اضيف ان يا ريت كل الشباب وكل الناس تكون بنفس ايجابيه الكابتن احمد، يعني ما يعمل كده من غير ما يفكر في اي حاجه، انقذ حياه واحده، انقذ حياه مامتها، انقذ حياه باباها، وهنا انا اقصد الحياه مش الروح، لا اقصد الحياه النفسيه لوحدها. تخيل احساس باباها او مامتها او اخواتها والناس اللي بيحبوها كانت تبقى ايه. كابتن احمد ما انقذش روح واحده بل انقذ بيت كامل. خيبات الاصدقاء المتكرره اللي ما تتنساش تعتبر عامل كبير جدا من ضمن عامل الانتحار. صاحب ده يعني شخص انت لقيت روحكوا شبه بعض، شخص بتحب تقضي معاه معظم وقتك ويومك، شخص بتروحوا وتيجوا سوا، يقعد في بيتك بقى تقعد في بيته، وكمان تعتبروا نفسكم شخص واحد لدرجة اما ناس كتير تقابلكم تقول لكم هو انتوا اخوات؟ ماشيين تضحكوا على كل حاجة وكل الناس وانتوا اصلا شبه البرص الجعان وانتوا عارفين ده؟ لو وقعتوا في مشكلة اول واحد هتلجأ له او تروح تحكي له هيبقى مين؟ ما هيبقى صاحبك. هتفضلوا بقى تفتكروا هتعمل ايه في المستقبل، والتشابه الكبير الجميل قوي ده على فكرة. تخيل بقى كل ده يروح منك في يوم وليلة. أهلا بيكم في سكريبت تقليب المواجع. تخيل بقى في يوم كمان يعني تنام وتصحى ما تلاقيهوش، تلاقي شخص ويعني وفضله بقى مثلا عليك أو سابك وريفر بقى يعني لقى شخص تاني فضله هو عليك. بتتوجع. ليه؟ بتتوجع أن أكتر إنسان أنت كنت بتحبه ما عدتش بتلاقيه. بتتوجع أما تحس أن الدنيا اتقفلت في وشك، يعني مش الأهل بس عليهم عامل كبير، كمان الصحاب. ما ننساش برضو ان في نوع من انواع الصحاب وجودهم زي عدمه، وايوه فعلا دي حقيقه، بل بالعكس كمان وجودهم ممكن يسبب لك بقى كمان ارق وتعب وارهاق، وكل كلامهم سلبي ومحبط وهتبقى زيهم وهتحس انك في غربه، انك لوحدك، وان وجودك مع ناس ما كانش ينفع انك تكون معهم اصلا. انت بتدور على شخصيه واحده بس، واحده بس تكون فهماك، تكون سامعاك، تكون مقدره تعبك وتكون مقدره ارهاقك. انا في اول الحلقه قلت اني بعتبره شخص اناني، بمعنى انه بيفكر ينتحر وخلاص، ما بيهموش اهله بقى ولا مامته اللي مهما بانت انها بتقسى عليه فهي اكيد اكيد بتحبه ضناها. باباه اللي نفسه يبقى شبهه من وجهه نظره ان ابنه كده هيبقى احسن واحد في العالم. خلينا متفقين ان الاتنين دول هما اكتر اتنين بيحسوا بالاخر على عيالهم. طيب اللي ينتحر مثلا بقى ما بيفكرش في اهله، ما بيفكرش في ربنا، ربنا اللي قال ان بعد العسر يسر، ربنا اللي قال لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني كده كده كلنا بنعاني وكده كده كلنا تعبانين وكده كده كلنا بنواجه مشاكل كتير جدا جدا جدا. بس نرجع ونقول هل الانتحار ده حل؟ نخرج فاصل نسمع الاغنيه دي ونرجع لكم بعدها على طول.
على حالي كده هفضل دفي شمعة أمل أيدا وبكرة شايل لك الأفضل وما تقولش ما فيش فايدة على حالي كده هفضل دفي شمعة أمل أيدا وبكرة شايل لك الأفضل وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقوي ما تموتش وخلي خطوتك سابقة نقتل نفسي وخلاص بقى ده حل ان اهرب من المشاكل وكده؟ لا اكيد طبعا لا. يا جماعة احنا لو ركزنا كل شوية هنلاقي ان اللي بيتعاطى مخدرات برضو بينتحر بالبطيء. التفكير الزايد اللي يفضل عقلك شغال على طول الوقت حتى وانت نايم وده بيؤدي للجثم وده كان بيؤدي للتوتر والاكتئاب وعدم التركيز ده انتحار بالبطيء. برضو انك تضيع فرص كتير من حياتك علشان سلبيتك ده انتحار لوحده. انك تسيب كل حاجة وتفضل تبص على الجزء الوحش من كل حاجة ده انتحار. يا جماعة شوفوا دوروا على الناس اللي في حياتكم، شوفوا صحابكم، شوفوا اخواتكم، شوفوا كل حد انتوا بتهتموا بيه، اسمعوه وقفوا جنبه. صدقوني لو احنا عملنا الدور الايجابي ده هتفرق في حياة كل واحد فينا جدا بطريقة انتوا متتخيلوهاش، وهنقلل نسب اكتر واكتر وهنعيش بكل ايجابية في مجتمعنا ده. دي رسالتنا ليكم في اخر الحلقة، واتمنى اكون يعني متعتكم وانتوا استفدتوا حاجة بالحلقة دي. اللي عنده اي استفسار يسيب كومنت او مسج في الدي ام وعلى طول هنرد عليكم. حواليك امنع عليك تهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلوة.